تانية بنكمل فقراتنا في نهارك سعيد. وزي ما كنا بنقول النهاردة في أول يوم العشر أيام اللي فاتوا تقريبا كان الموضوع الأهم اللي بيشغل كل الدول الإسلامية هو الفيلم المسيء للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم اللي تم إنتاجه في أمريكا وانتشرت أجزاء كتيرة منه على شبكة الإنترنت. ورد فعل طبعا من الدول العربية والعالم الإسلامي بشكل عام كان هجوم على عدة سفارات أمريكية. الهجوم كان منظم كان غير منظم مش يعني مش دي الفكرة. المهم ان حصل فعلا شعور عند بعض الناس ان دي هجمة منظمة من قبل الغرب على الإسلام والمسلمين بشكل عام. كمان من 3 أيام للأسف انتشرت بعض الرسوم المسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام مرة تانية في فرنسا، ومش أول هجمة تحصل أو مش أول رسوم أو كاريكاتير يظهر للرسول الكريم. فبالتالي يعني الموضوع لازم يشغلنا والموضوع لازم يكون فيه رد فعل، بس رد فعل ده يكون في إطار إيه؟ هو ده اللي عايزين نتكلم فيه أكتر النهاردة. وهيكون معنا ضيفنا دكتور عادل المراغي إمام وخطيب مسجد النور بالعباسية. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا دكتور. إزاي حضرتك؟ ربنا يبارك فيك. دكتور لو تسمح لنا إن إحنا نرجع كده 1432 سنة. نعم. أيام الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وتقول لنا إيه الأذى اللي كان ممكن بيشوف الرسول عليه الصلاة والسلام من الكفار أو من أصحابه أو اللي موجودين، يعني كان بيشوفوا إزاي كأحاديث مثلا. تشرح لنا أنه من 1400 وشوية كان فيه وإزاي كانوا بيبقى رد فعلهم أو رد فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام رسول الله وبعد. منذ أن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة قد تعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم لشتى أنواع الإيذاء. الإيذاء البدني، أوذي النبي صلى الله عليه وسلم في بدنه ورضخ بالحجارة. الإيذاء النفسي لما النبي صلى الله عليه وسلم طعن في عرضه، لما بعض اليهود وهو كعب بن الأشرف شب بنساء النبي صلى الله عليه وسلم. التشبيب هو وصف محاسن المرأة. تأمل لما أمهات المؤمنين يشبب بهن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. اتهم النبي صلى الله عليه وسلم وأوذي بأنه ساحر، بأنه كاهن، بأنه مجنون. كل هذه ألوان الإيذاء حتى أنزل الله عز وجل في آخر سورة الحجر: إنك فيناك المستهزئين. مستهزئين جماعة من صناديد الكفر كانوا يستهزئون بالنبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يغرون به السفهاء. فالإيذاء منذ فجر الإسلام وإيذاء النبي عليه الصلاة والسلام. بل العجب، لعلك تلحظ حضرتك والإخوة المشاهدين، أنه كلما قوي الإسلام كلما اشتدت ضراوة الحرب عليه. يعني الصحف التي أوردت يعني الأفلام المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم والصحيفة الفرنسية وغيره وغيرها، هذه ليست آخر مسلسل في الحرب على الإسلام وليس أول مسلسل. أول كتاب ألف في التاريخ للنيل من النبي عليه الصلاة والسلام ألف في القرن السابع أو الثامن من الميلاد، ألفه يوحنا الدمشقي ورد عليه هذا الكتاب. ثم تولت السلسلة بعد ذلك سلمان رشدي لما كتب كتاب آيات شيطانية وهو الهند المعروف، ولما أهدر خميني دمه. وبعد ذلك أتت الرسوم الكاريكاتيرية لإساءة النبي صلى الله عليه وسلم التي نشرت في الدنمارك ثم بعد ذلك في هولندا ثم توالت. فكأن كلما أرادت صحيفة أن تشتهر أساءت إلى الإسلام وسبت النبي صلى الله عليه وسلم. فالحرب قائمة إلى قيام الساعة، والقرآن الكريم وضح هنالك سنن لا تتغير ولا تتبدل. قال تبارك وتعالى حينما تكلم عن أهل الكتاب: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وأهل الكتاب ليسوا سواء في هذا الأمر. لابد لنا أن نثمن جهد الكنيسة المصرية حينما تكلمت بل وشجبت واستنكرت ما قام به بعض أقباط المهجر في الإساءة للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي محامين رافعين قضايا أساسا، بعض المحامين المسيحيين رفعوا بعض القضايا. ونثمن دور هذا الأمر. فالقرآن الكريم وضح أن أهل الكتاب ليسوا سواء. هنالك فئة ضالة لم تعرف قدر النبي عليه الصلاة والسلام زي ما قال ربنا عز وجل: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وفي آية أخرى قال تبارك وتعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، لأنه مش عارفين النبي عليه الصلاة والسلام من هو. ولكن هنالك فئة كبيرة من أهل الكتاب، طائفة من نصارى الشرق وغيرهم، أنصفوا الإسلام. جورج برنارد شو الكاتب أو المفكر البريطاني المعروف وهو مسيحي،
لما تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ كثيرا من الكتب، أكثر من 300 كتاب، وصل إلى مضمون كلمة تكتب بماء الذهب يذكرها التاريخ، قال: كل مشاكل العالم لو بعث محمد في هذا العصر سيستطيع أن يحل كل المشاكل وهو يحتسي فنجانا من الشاي. هذا كلام جورج برنارد شو. وكذلك كتاب قصة الحضارة ويل جورانت، لما تكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن القيم الأخلاقية التي ابتعث بها محمد صلى الله عليه وسلم، جدير هذه القيم أن تبعث الغرب من جديد، وغيره وغيره وغيره. أنا آسف بدون أن أقطع كلامك، بس كان رد فعل الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة أياميها إيه لما كان بيؤسف؟ وياريت لو حضرتك تقول لنا يعني بعض المواقف كمان عشان يعني نقدر نتخيلها مع حضرتك. نعم، هناك فرق شاسع بين لما يساء للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام أن يعفو أو يصفح. نعم. ولكن لو أسيء للنبي عليه الصلاة والسلام في هذه اللحظات لابد أن نتخذ خطوات إيجابية. على سبيل المثال، ابن تيمية في القرن السابع من الميلاد لما تكلم عن سب النبي عليه الصلاة والسلام، واحد سب النبي عليه الصلاة والسلام، ألف كتاب، كتاب ده أكثر من 300 صفحة، اسمه الصارم المسلول على شاتم الرسول. وقد حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنه أي واحد يسب النبي عليه الصلاة والسلام، أنه حصل أنه واحد كان أعمى يوم الأيام وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام بامرأة قد قتلت جارية، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أنشودكم الله لمن له لمن لي عليه حق إلا قام من قتل هذه المرأة. فقام رجل يتكفف الناس، رجل قام وقال: أنا قتلتها يا رسول الله. سبب قتل هذا الرجل للمرأة أنها آذت النبي، شتمت النبي مرة في اثنين في ثلاثة فردعها فلم تنتهي. ولذلك العلماء قالوا أن شاتم النبي عليه الصلاة والسلام يستتاب ثلاثا وإلا قتل. وليس معنى ذلك قتل السفراء، السفراء بعيد كل البعد، بل أمرنا الله عز وجل وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هؤلاء مستأمنين يجب علينا أن نحميهم في حتى في وقت الحرب. فرق شاسع بين فئة ضالة مارقة أساءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفئة أخرى بعيدة كل البعد. وليس بمنأى عننا أنه حتى أمريكا نفسها استنكرت هذا الأمر وتبرأت ممن فعل هذا الأمر. لا أنا أسفة، معلش حضرتك. نعم. أكد علينا تاني، قتل هذه المرأة حينما ثبت الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. كان يعتبر حلال أم حرام؟ لا طبعا، قتلها للنبي عليه الصلاة والسلام لما قام الرجل وقتل هذه المرأة أهدر النبي دمها. الأمر الثاني أنه كعب بن الأشرف لما تشبب بنساء النبي. أنا آسف بدون قطع كلامك طبعا. نعم. هو إشمعنى هي اللي أهدر دمها؟ ما هو. نعم. كان طول الوقت بيؤذى. نعم، هذه قاعدة عريضة حضرتك في من سب النبي عليه الصلاة والسلام. في فرق شاسع، النبي لم يقتلها ولم يأمر بقتلها، في فرق شاسع، ولكن تم قتلها على يد أحد المسلمين والسلام. نعم، ولكن بعض المسلمين لما قتلها انتقاما ممن سب النبي عليه الصلاة والسلام، قصة تانية في التاريخ، هدر دمها. طب نعم. يعني خليني برضو أسأل حضرتك، وقت الرسول عليه الصلاة والسلام يعني حين كانت لسه بتنشر الدعوة. نعم. كان الإساءة إليه لم يكن يرد عليها بهذا الشكل. نعم. لكن الصحابة أو المسلمين كان لهم الحق في الرد. نعم. تمام، يعني أنا بس بتأكد من معلومة من حضرتك، أنه لما يساء النبي عليه الصلاة والسلام فاصفح الصفحة الجميل، ولكن لما يساء والنبي عليه الصلاة والسلام قد قبض ولحق بالرفيق الأعلى لابد للأمة أن تستنفر طاقاتها وأن تدافع عن عرض نبيها عليه الصلاة والسلام. لما الدكتور مرسي أو الرئيس بعض الناس شتمه أو بعض الناس أساء إليه، يعني من الواجب أن نغضب أكثر من غضبنا لرئيس أسيء إليه. أو على سبيل المثال، لو أي شخص من الأشخاص أسيء إليه، بعض الفنانات على سبيل المثال أسيء إليها، كان من باب أولى أن نغضب ويشتد غضبتنا ولكن بضوابط شرعية. نعم. الضوابط الشرعية، ما احنا غضبنا. نعم. يعني نعم. احنا حصل الغضب في كل العالم العربي والإسلامي. الغضب الذي حصل في أمام السفارة الأمريكية ليس غضب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لو أنه بيننا لغضب من حرق السفارة، أو لغضب النبي عليه الصلاة والسلام من رشق الجنود بالحجارة أكثر من هذه الأخلاقيات، أكثر من غضبه ممن أساء إليه صلى الله عليه وسلم. رد الفعل المفترض أنه يعني يحصل من كافة المسلمين سواء في من مصر كافة أو في الدول المسلمين الإسلامية أولاً أو أولاً إزاي؟ يعني أولاً إذا كان هنالك من تظاهرة لابد أن تكون هذه التظاهرة سلمية بغير
رشق بالحجارة أو تعطيل الطريق العام أو قتل السفراء أو كذا أو كذا أو كذا. التظاهرة لابد لها أن تكون من ضبط أو ضوابط شرعية كما أفتى العلماء بذلك. هذا أمر. الأمر الثاني دور الحكومات والشعوب، هذا دور الشعوب طبعا. دور الحكومات مهم للغاية، وقد رأينا لأول مرة في تاريخ مصر إنه رئيس الدولة في قلب أو قلعة، يعني قلب أوروبا نفسها، يتكلم يعني ويقول كلمة حق في قلب أوروبا لما تكلم عن فيلم الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم دكتور مرسي في آخر زيارته لإيطاليا. فهذا دور. الدور الثاني دور السفراء، لابد من أن تكون هنالك ملحقات في القنصلية، أي قنصلية إسلامية، لا أي قنصلية عربية، لابد أن يكون هنالك قسم إسلامي حتى لو كانت هنالك بعض الصحف، لأنه الاستشراق حضرتك تحول دلوقتي. وسائل المستشرقين قديما كانت عبارة عن كتاب، كرسي الجامعة يكتب كتاب. دلوقتي ما يسمى بالاستشراق الصحفي. في كثير طائفة كبيرة جدا في أمريكا الآن وفي الدول الغربية عبارة، وأنا كنت في هولندا، كثير من اشتغلوا بمهنة الصحافة عبارة لغاية الآن مستشرقين. فبهذه الصورة ينبغي أن يكون هنالك في القنصلية نفسها، القنصلية المصرية، القنصلية السورية، أي قنصلية عربية، أن يكون هنالك قسم إسلامي يستطيع أن يرد على كل شبهات المستشرقين، خاصة بعض الصحف الغربية. الأمر الثالث دور الأزهر ودور الإفتاء. في العالم الإسلامي لابد هنالك، إذا كان اليهود أجبروا الدول الغربية على سن بعض القوانين لتحريم، أو أي واحد يتكلم عن الهولوكوست على سبيل المثال ويتكلم عن المحرقة النازية، أي واحد زي ما فعلها المستشرق الفرنسي المسلم الذي أسلم جارودي لما تكلم عوقب بالسجن. فأي واحد يتكلم عن المحرقة ليس نبي الإسلام. الإسلام الآن أكثر من 1.5 مليار، ليس بأقل أنه مجموعة من اليهود لا يتعدون 18 مليون في العالم استطاعوا أن يؤثروا على الدول الغربية أن يحترموهم ويقدروهم. فليس نحن أقل من اليهود. أن نجعل العالم الغربي يحترمنا ويقدرنا ويقدر نبي الإسلام لابد من سن قوانين. تمام. في سن قوانين مصرية، لا سن قوانين أو سن قوانين عالمية. لما ما فيش قانون في العالم هيطبق على، يعني القانون دايما بيكون في السياسة، يعني بيكونش في الدين. بالضغط في الأمم المتحدة، الدكتور علي جمعة كان يتكلم عن هذا الإطار. لابد من سن قانون دولي يحرم النيل من الأديان. عارف يا دكتور، ليس دين الإسلام فقط. دكتور بدون قطع كلامك، أنا آسف، عارف حضرتك فرق ما بيننا وبين اليهود اللي عرفوا يعملوا شبه حجاب عن الهولوكوست؟ الفرق ما بيننا وبينهم ايه؟ الفرق ما بينهم وبيننا انه هم بيعرفوا يستخدموا الحاجات الحديثه، احنا ما بنعرفش. حضرتك قلت لي دلوقتي ان احنا نعمل في السفارات ناس تقعد ترد، لا هم هناك. حضرتك احنا الاساءه اللي بتحصل دي للفيلم الرسول او الاساءه اللي حصلت في الصحف في فرنسا جات لنا ازاي غير عن طريق وسائل الاعلام الحديثه؟ تمام. يعني احنا لو ما كانش عندنا وسائل الاعلام الحديثه الانترنت ما كناش عرفنا حاجه. صحيح. وما كناش ضربنا سفير وموتنا سفاره، ويعني ما كناش عملنا كل هذا رد الفعل. نعم. احنا مشكلتنا ان احنا ما بنردش بنفس الاسلوب. نعم. في فيلم عن الرسول عليه الصلاه والسلام مثلا اتعمل عشان نحطه على اليوتيوب عشان يقول الرسول عليه الصلاه والسلام وجمال الرسول عليه الصلاه والسلام. تمام. تقول ايه حضرتك في الحته دي؟ تفعيل دور الاعلام مهم للغايه. اصبح الان يعني زي ما قلت حضرتك انه اليهود استطاعوا ان يسيطروا على العالم عشان بيتكلموا بلغتهم، لانه يتكلموا بيوصلوا الرساله بلغتهم. احنا ما بنتكلمش غير بعض. تمام. لغايه الان حضرتك لم نجد فيلما الا في الثمانينات فقط يبين سيره النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بدل ما يتراشق كثير من الدعاة وكثير من الفنانات، اولى بنا واجدر ان نتكلم عن اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام، ندافع عن اخلاق النبي. الدراما المصريه الان لو تكلمت عن الدراما الإسلامية يعني تكاد تكون يعني شبه يعني منعدمة، إن لم أقل يعني مش موجودة بالأساس. فمن باب أولى حضرتك نتكلم عن يعني مواكبة العصر في وسائل الإعلام، نشر بعض القنوات الفضائية التي تتكلم بلغة الغرب. حاليا حضرتك في أوروبا كاملة لن تجد إلا قناتين فضائيتين يتكلمون بلغة الغرب، بينما هنالك عشرات القنوات التي تبث بعض الشبهات على الإسلام، بل مئات القنوات. فمن باب أولى رجال الأعمال، وهذا منوط برجال الأعمال من المسلمين، تفعيل
وسائل الإعلام أو القنوات الفضائية التي تتكلم، واللي عندنا حوالي 10 قنوات في مصر إسلامية، ولكن لا يستفيد منها الغرب بشيء، لأن الغرب يحتاج إلى بعض القنوات التي تتكلم بلسانه، زي ما ربنا عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. بعد كده تفعيل دور الأزهر مهم للغاية، دور الأزهر مضمحل الآن، لما تجد بعض الدعاة يخرجون وما عندهمش لغة، ينبغي على الأزهر أن يفعل دور الدعاة خاصة في تخريج الدفعات في كلية اللغات والترجمة، يا ريت يكون للأزهر يعني كمؤسسة دينية كلنا بنعتبرها المتحدث الرسمي باسم كل المسلمين، إن هي كمان يكون ليها قناة تلفزيون زي ما حضرتك بتقول، على الأقل الكلام اللي هنسمعه من قناة أزهرية غير محدش هيعرضه زي أي قناة من العشر قنوات اللي حضرتك بتكلم فيهم كقنوات دينية موجودة. تمام. خليني أرجع يعني أفكر حضرتك، أكيد يعني تعالى علم النهاردة في مليونية موجودة، في دعوة إلى مليونية ردا على الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم والفيلم المسيء للرسول، لكن امتنع عن هذه المليونية جماعة الإخوان المسلمين، فأحب أعرف تعليقك على امتناعهم. والله أقول لحضرتك الهدف من هذه الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة ما نشرتها الصحيفة الفرنسية في الوقت المؤخر، واستنفار المسلمين واستنفاز طاقات المسلمين وإلهاؤهم عن القضية الأساسية. مصر أن تمر بمرحلة خطيرة، مرحلة بناء، ونخشى أن احنا ننشغل بالرد على إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم. أنهي أهم؟ أهم بناء الوطن، والنبي صلى الله عليه وسلم قد دافع الله عز وجل عنه، وليس ذلك معنى كده أن احنا نسيب هذا الأمر. قد دافع الله عز وجل عن نبيه إلا تنصروه فقد نصره الله، كما في سورة التوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني زي ما كان كثير من الناس يقول، ما ضر بحرا أمسى زاخرا أن رمى فيه صبي بحجر. كثير أهين النبي صلى الله عليه وسلم على مر التاريخ، وهؤلاء يعني صاروا في مزبلة التاريخ. فإحنا للأسف برد الفعل الأهوج ممكن نؤدي إلى نشر الصحيفة أكثر وأكثر، وما أقدمت الصحيفة الفرنسية إلا بعد أن رأت ردة الفعل الهوجاء من بعض المسلمين من قتل السفير الليبي وغيره وغيره، رأت ردة الفعل. وللعلم غالبية الإعلام الأمريكي الآن يسيره اليهود. أنا كتبت في رسالة، آسف حضرتك، قتل السفير الأمريكي في ليبيا. نعم، قتل السفير الأمريكي في ليبيا في بنغازي. ف كتبت في رسالة الدكتوراه عن دور الإعلام اليهودي. دور الإعلام اليهودي الآن، أمريكا فيها أكثر من 700 صحيفة يقودها اليهود أو يسيطر عليها اللوب اليهودي. فهذه كلها أيدي صهيونية تريد إشغال مصر عن الأساسيات التي تريد من خلالها. إحنا نريد بناء دولة يعني حديثة. المفترض منا الآن ألا ننشغل بمثل هذه الأمور حتى يعني يستقر الوضع. المليونيات مش هتقدري تتحكمي في مشاعر الناس، زي ما حصلت الجمعة الفائتة وحصل الهرج والمرج والخروج عن الإطار الأخلاقي. فجماعة الإخوان المسلمين أصابوا حينما امتنعوا اليوم عن عدم الدخول في هذه المظاهرات. عندنا وسائل كثيرة يعني كثيرة للغاية نستطيع أن تفعيلها في الرد والذب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الدكتور عادل مراغي، إمام وخطيب مسجد النور بالعباسية، شرفتنا يا فندم وشكرا جزيلا لحضرتك يا فندم، نورتنا. ميرسي يا فندم. فاصل وراجعين حالا.